ردود افعال كبيره جدا عن مباراه المنتخب القطري، وضع حزين. الكل كان ينتظر من المنتخب القطري الكثير جدا، قياسا بما تم القيام به من قبل الاتحاد القطري والدوله القطريه تجاه المنتخب، ولكن وداع كان مخيب للامل. سعيد جدا انه يكون معي زميل الاعلامي بقناه الدوري والكاس. يا مرحبا اخوي احمد، اولا مسي عليكم ومسي على كل من بيتابعنا ان شاء الله بهذه المقابله الجميله. بصراحه احنا كنا متاملين بصراحه شيء كبير من منتخبنا، خاصه بعد المعسكر اللي شفناه 6 شهور في اسبانيا. اول مباراه ما لومهم بصراحه، لان تدري انت في اجواء كاس العالم تختلف، يعني الارقام تختلف، امور كثيره، والخبره تلعب دور كبير. ولكن الحمد لله قدر منتخبنا في المباراه الثانيه اللي شفناها قبل قليل انتهت لصالح السنغال، امتصاص واللعب الجميل اللي شفناه لين اخر دقيقه، وهذا الصراحه يسعدنا ويشرفنا. بالعكس احنا نترقب ان احنا نشوف منتخبنا عنده خبره كبيره في عالم كاس العالم، وحلو الاحتكاك مع ناس ذو خبره كبيره. نتكلم على السنغال، هو بطل افريقيا سنه من السنين، وكذلك يعني الموسم الأخير يعني شوف لا تروح بعيد. وكذلك الأكوادور، ما نحن فزنا في أرضه، ولكن سبحان الله الأجواء والهذه تختلف. هذا توفيق في النهاية، وأنا متفائل ومتأكد